السلام عليكم. اليوم جايبكم مقطع جديد. اليوم جايبكم مقطع ركت ليك اخيرا. اليوم مقطعنا راح يكون سيارة ما هي موجودة في المواقع، عشان كذا قلت لازم استغل الفرصة واشتريها. طلعت لي باقل من 30 ريال بشوي كذا. للي ما يدري انا انتقلت الموقع كايزن. تخيل انك تشتري اغراض ركت ليك واذا ما استلمتها خلال 24 ساعة راح ترجع لك فلوسك وتاخذها ببلاش. ما يحتاج تتخيل، هذا هو كايزن. ودك باغراض كريدت رفع رانك، حتى تقدر تبيع لهم الاغراض، كل هذا وبارخص الاسعار حرفيا. وعندهم كل المنصات، كل طرق الدفع متوفرة عندهم، حتى الابل باي. لا تنسون كود بيسر قبل ما تشترون. يعطيكم العافية، خليكم على المقطع. شيء من زمان ما تكلمت عنه اللي هو كود الايتم شوب، كود في اس ال، يعني في ركت ليج ولا فورتنايت اللي يشتري ايتمات زي كذا ويشتري سكنات، كود في اس ال وشكرا لك. ركت ليج خربان عندهم سالفه الكود. شوفوا ها، ضغطت بالماوس، ضغطت بالكيبورد، سويت كل شيء، طفيت اللعبه ما فات. بنضطر نشتري السياره بدون كودي للاسف. يعني هذه الدومينز الجولد ذهبيه الامانه، حس مع اللون الابيض تطلع رهيبه مره 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 بشكل مو طبيعي. للاسف نشتريها بدون كود. نجرب مره اخيره يا رب. للاسف ما نقدر. شوف كيف شكلها، والله رهيب مع الابيض. اي رهيب 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 مره. اللي بيسال شلون جبت الابيض بالباكس مود، بس اللون هذا رهيب. فاللي بيشتريها عندك موقع كايزن، كريت عندهم ارخص من اللعبه. واذا تبغى تشتري كود فيسل لا تنساه. حاليا تشامبيون 3 ديفجن 3 نجرب نلعب. اذا فزنا جيمين وخسرنا جيمين نلعب جيم فاصل الجيم الخامس. اذا صرنا 3 جيم راح ننزل لكم جيفوي يا في سناب يا في الانستغرام، فتابعوني على اي واحد منهم، واحتمال في تويتر ما ادري صراحه. خلونا نبدا بسم الله. وهذا ستاندرد يلو راكب، والله راكب من زمان خوينا ما لعب من زمان. الحمد لله الحمد لله. انا كني طقيت طقه خايسه. تكفى روح امشي وياه. تكفى دفك ارحب يا الاسطول البحري البقايا للاتحاد السوفيتي. عز الله يعزك. خش بكم الاوتوث يا ساتر. الله عليك يا خوي. جريت باس، والله جريت باس. يفهم يفهم والله. هذا اللي عدل سيارتي يعني. ها نكون برا خوينا. اها كذا النظام حلو حلو. ايوه قولك يا عيني يا عيني. اول جيم جاء صار كذا. الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله. اوكي مو بطاقه. تكفى والله قريبه. تكفى يا الله. ايوه خرب على اخويا، والله خرب على اخويا. يا ساتر امشي. والله استكعاز يا اخي. دمنس طرف، والله انه طرف. انا ليش مشيت فيها كذا ما ادري ترى. تكفى جريت باس يا شيخ. جريت باس والله. جيم جميل والله. تكفى روح. ايوه ايوه طيك. بيسحبون. عدوا لما ثلاثة بس، عدوا لما ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. يا عين يا شيخ. دي زيو البليد اول جيم. الحمد لله الحمد لله. يمكن اللعبة عوضوني يعني بما ان كودي ما حطوه. نجرب الحين كود يعني يمكن ينحط. الله اني منكر اني اشتري سيارة بدون كودي. سيارة ب 1100 بعد يعني تعتبر غالية شوي. راضي حط كودي. عليكم بالماء يا شباب. بسم الله ودينا الجيم الثاني. احس ان الجيم هذا بيصير جلد وجليد. اوه اللي معي قريب من نقاطي بس اللي ضدنا واحد نقاطه قليله واحد كثيره، فما ادري شو الوضع. يبغى يصدم يعني. اوكي يبغى يصدم، ما ادري شو السالفه. من يوم لحقني وانا عارف انه بيسوي كذا. تمشي. وش وضع ذا يا اخي؟ بدات كيف هو يصدم جليل الحياه. ان شاء الله هدف. ما معي بوست. تعال تعال. لكني اعطيته. امشي. روح. حلو حلو يا اخوي، بس كن الايم شوي يعني. يبغى يفجر على شكلك يا شيخ. امشي. بو. يا عيني تفهم 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 تفهم. عديته يا اخي شلون فجرني ما ادري. يا رب ياخذ اخوينا. يا عيني يا عيني تفهم تفهم تفهم. مشكله اخوينا في الايم في الشوته بس. تكفى اخوي تكفى. هدف. يو يس يس نايس شوت. والله نايس. ما ادري ايش صار، لا تسالوني ايش صار يعني. هذا صدق وهذاك ما صدق. اوكي فهمتوني؟ لا صح. شوت كلوز كلوز. شوف الحطه شوف الحط. الله يطرب يا اخي. الدونس طرب يا شباب. والله اني متوقع اني اخسر اول جيم فزت وهذا ثاني جيم، وباذن الله بفوز. يا رب انها تكمل يعني. ها
الو 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 والله العظيم يا عيال انا ما ادري ما ادري ايش قاعد يصير. جي جي والبليت ابو ابو جي جي والبليت يا ساتر الجيم والله الجيم غريب. ليتس جو الجيم الثالث بسم الله. انا ودي العب اربع جيم عشان استمتع عشان تستمتعون انتم. تفهم والله تفهم والله تفهم يا خوي مع ان الطقه خفيفه بس يفهم. يا اسطوره يا شيخ تكفى يو لوجد والله هاي بنيش من ذاك الموقع يا ساتر. كانت بعيده يا شباب يعني صدق ايش قاعد يصير يا عيال ايش قاعد يصير صدق. اخ لو جت يا ساتر الله اسست جامد والله يا اسست جامد صدق يعني اسست جامد. هدف مجاني هدف مجاني والله هدف مجاني. انا اقول لكم كنا نطقطق في البدايه صراحه والله كنا نطقطق. رد سريع عنيف رد سريع ايه يا شيخ ابو ايش الصمله اللي كذا بلكت انا شلون يبلكني. لا تقول لي هدف مني لا كانها طقت فيني كانها والله ما طقت فيني. جيم ثالث باب الفشل نلعب جيم رابع يعني هذا الجيم هو الفاصل صدق يا نفوز يا نخسر نلعب جيم فاصل خامس فوزتين وخساره. ايه هذا اللي كان معي قبل شوي. اوكي تكفى لك نايس والله جابها. ليش متهاون من الزاوية هنا ليه ما ادري ترى والله ما ادري. هدف يا رب كلوز هيلعب على المرمى على طول جي جي والله تصديم الارض يصدمون خلاص عطني يا الهوي والله عطني هورة والله عطني هورة انا ما ادري ايش اسوي وقتها خلاص ما ارجع بسرعة بالدمنز ما تعود ابد يا ساتر. شوت والله كلوز لاسس طيب والله جيم ابيعه خلاص تصديم 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 سبحان الله. انا قلت لك جيم خامس بيدي جيم خامس ما خلاص عرفت انه جيم خامس. اعطوني 100 كريدت رضاوه. اوكي اخر جيم هو الفاصل هل نفوز ولا ما نفوز. اذا فزنا احنا بحذافيرنا. اوكي ندبوس اوكي حلو وين يفهم. ايوه تفهم يا خوي. الو كم مره طقيت يا خوي كم مره قلت خوي انا وات يا خوينا تكفى ايه يا شيخي الحمد لله ان هدف يا رجال. وش ذا روح يا خوي ما معي بوست بس روح سلم. ايوه قولك بس قولك بس قولك يا ساتر يا ساتر الو سويت فليب غلط جابه في مرمى ايش فيه شوف لكن ما في كفوي انا اسف يعني بعد الهدف انا اسف يا ساتر حلوه هدف اقسم بالله العظيم ان روكت ليج غريبه يا عيال وش ذا هذا روكت ليج ما لهم حطوا ذيس از روكت ليج ما لهم حطوه في الشات والله العظيم اقل من 30 ثانيه صار كذا ما عليه يا اخوي ما عليه يمديك ايوه برا ساتر يا ساتر يا ساتر اوكي وش اللعب والله يا الله قوي شوضك انت شوضك هاي مخلي لك البوست انا اسف ها
هذا وقف ينسحب، هذا وقف ينسحب من الآخر. والله إني آسف يعني، أقسم بالله أغرب جيم لعبته للفترة. يا ساتر. دري اللايك لا تنسونه، الاشتراك، كود لايك تشوف فيصل. شكرا على خير، سلام.